كالي عضو مجلس أمه قادم سيأتي من رحم أمه حرة بإذن الله تعالى. الكلمة الآن لعبد الله فهاد العنزي. يعني القصر شين يعني صعدونا شوي. ديك أبو مصعب. الله يطول عمرك أبو عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أتقدم بالشكر الجزيل لأخي الكبير العزيز على قلبي الدكتور جمعان الحربش، على والده الرحمة والمغفرة بإذن الله تبارك وتعالى. هذا الرجل النبيل الذي يصدق فيه من قال كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. فبالنسبة لي أبو عبد الله هذا مدرسة بالنزاهة، مدرسة بالنظافة ونظافة السريرة. فلذلك لم يجدوا على أبو عبد الله أي شيء سياسي، فراحوا إلى براءة الطفولة يتهمون فيها، وهو محشوم وآل الحربش محشومين جميعا عن هذا الاتهام الباطل. فأبو عبد الله مدرسة نتعلم منه جميعا هذه النزاهة التي راح تكون نبراس لنا بإذن الله تبارك وتعالى. أنا أقف بتواضع أمام هذه الهامات التي يعني خلفي، وهي بإذن الله أمامي في مستقبلنا بإذن الله، وأقف أمام الأحرار من أبناء المنطقة الثانية. في هذا البيت بالذات يا أخوان بدأت شرارة الربيع العربي، انطلقت من الكويت كلمة ارحل، وأخذوها أخواننا من المغرب العربي، وتحقق لهم ما أرادوا، وإحنا تحقق لنا ثلاثة أرباع المشوار. كنا نريد حكومة جديدة برئيس جديد بنهج جديد، فتحقق لنا الحكومة الجديدة ورئيس الوزراء الجديد. بقي لنا بإذن الله بوقفتكم النهج الجديد إن شاء الله. إخواني لن أتطرق إلى المشهد السياسي كثيرا، فأخواننا كفوا وفوا، ونرجع شوي للتاريخ وصراع الحق مع الباطل. إخواني قال المصلحون قديما طلب الحق غربة، طلب الحق غربة. عندما نطالب نحن بالإصلاح نسمى تعزيميين، عندما نخرج لحماية الدستور ونرسخ المادة الرابعة حتى نحافظ على المادة السادسة يقال عنا انقلابيون. عندما يسلط علينا الإعلام الفاسد ويطعن في الأغلبية ويطعن في مكونات المجتمع بالكامل يقولون المتضرر يلجأ للقانون. عندما يسلط كل النواعق والناعقين من أصحاب السيئين السمعة وتحت غطاء وحماية الحكومة والسلطة، ومغردين يغردون بالحق يتعسف معاهم وباسم القانون يحجز كعقوبة وليس احتياطيا. واليوم راشد العنزي يكمل يومه 12، له منا جميل التحية والتقدير، وكله باسم القانون. يا أخوان نعلم أننا في غربة. عندما يخون أغلبية المجتمع محاولين إيهام الناس أننا نتعدى على النظام وأن هذول وراهم أجندة خارجية، وهذا يا أخوان منهج خطير. النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه في الحديث الذي يرويه أبو أمامة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم، إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. لأن الولاية تقتضي أن الأمير يثق برعيته، كما الرعية مطالبة ببعض الحقوق الراعي مطالب ببعض الواجبات التي من ضمنها الثقة برعيته. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ولي أحد ولاية إلا بسطت له العافية، فإن قبلها بسطت له وتمت له، وإن خفر عنها فتح له ما لا طاقة له به.
يا أخوان هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. فالراوي يقول: قلت لابن عباس وما خفر عنها؟ قال: تطلب العثرات والعورات. تطلب العثرات والعورات عندما يسلط كل هذا المشهد لتخوين هؤلاء الأخوة الأحرار خلفي، ويذهب بأخونا فلاح الصواغ وبدر الداهوم وخالد الطاحوس وهم مقيدين ومكبلين ومعصوب أعينهم وهم من أهل الحل والعقد. هذا المشهد يا أخوان في تخوين لهؤلاء الناس الأحرار الشرفاء اللي ما ضحوا هذه التضحيات إلا ليكون للكويت شأن مستقبلي بإذن الله صافي وناصع البياض. عندما ترفض بعض القوانين اللي سنوها الأخوة في الأغلبية ويأتون بعدين يقولون مثل هذه المجالس التعزيمية، نعلم أننا في غربة يا أخوان. عندما يقر جسر ونحن في غياب الأخوة الأحرار بهذه التكلفة الضخمة وعدم وجود الموافقات لا البيئة ولا موافقات ديوان المحاسبة ولا موافقات جهات أخرى حكومية، نعلم أن هناك حملة مسعورة للسيطرة على مدخرات البلد وثرواته. عندما نرفض في المجلس البلدي مصانع على طريق السالمي وهي 6 مصانع كل واحدة منها 60,000 متر مربع، والآن في غياب الرقابة البرلمانية يقر إنشاء 6 مصانع لتدوير الإطارات، نعلم أن هذه الحملة وهذه المراسيم التي ظهرت بالأخير نعلم أنها كانت حملة مسعورة للاستيلاء على مدخرات البلد. عندما رفعت يا أخوان للنائب العام سرقة الرمال، وهي بالمناسبة صار لها أكثر من سنة، استدعيت مرة واحدة وبعدها على وجهها، وأنا أعلم إن شاء الله انتفاء بالخير. سألنا سؤال وجاوبونا البلدية أن هناك مخالفات جسيمة وسرقة لأملاك الدولة وتعدي عليها وسرقة للمال العام. المشهد يا أخوان بالنسبة لنا حنا نقدم التضحيات، ولكن 3 موظفين يا أخوان حتى تعلموا أن المسألة ما هي مسألة مراسيم وشعارات أن القانون يطبق على الصغير والكبير، وهذه كلها كذب على الشعب الكويتي. هؤلاء الموظفين 3 وهم أذكرهم بالاسم حتى يتذكرهم الشعب الكويتي: بندر مطرود الشمري وأحمد جاسم العنزي ومحمد مانع العجمي. هؤلاء الشباب الوطنيين الذين يعملون في البلدية حرروا المخالفات ووقفوا سرقة تتجاوز 50 مليون دينار بمتنفذين كبار، فيهم من الأسرة وفيهم من الوزراء السابقين وفيهم من الأعضاء وفيهم من الموظفين البلدية وكبار قيادات الداخلية. بدال ما يكافئون، وصاحب السمو يقول ايدنا بيد اللي يبلغ عن مثل هذه السرقات، بدلا من أن يكافئوا تلغى عنهم مكافآت الأعمال الممتازة ويحرموا من مسمياتهم وينقلون نقل تعسفي. احنا في دولة مؤسسات ولا دولة جمهورية؟ احنا نعلم ان مثل هذه التصرفات لولا وقوف اخوانكم الاحرار الاغلبية التي ضاقت بهم ذرعا هذه السلطة لهذه المناسبات تحدث مثل هذه الامور وتحدث مثل هذه التجاوزات الخطيرة. هذا المشهد يا اخوان بالمغالبة بين الحق والباطل، وهذه الغربة لأصحاب الحق التي يجير كل شيء ضدهم، ضد الأحرار وضد الشرفاء من هذا الوطن الغالي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبشر في الأخير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء، بصراع الحق والباطل لا ينتصر إلا الحق في الأخير. نعم غرباء يا أخوان، ولكن هكذا الأحرار في دنيا العبيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.